موضوع بقى كمان مهم جدا جدا وناخد بالنا منه، وانا ملاحظ كده انه في ناس كتير عيانه الايام دي. انا كنت بقول التكييف وكلنا بنقول التكييف احيانا، وطبعا الدخول من السخن للسائع ومن السائع للسخن بيعيق، لكن الموضوع بدا كده يحس انه ايه الموضوع شويه ايه الناس عيانه اكتر. فهل ده ليه علاقه بالمتحور الجديد من فيروس كورونا اللي بيقولوا دخل فوق 80 دولة لغاية دلوقتي؟ منظمة الصحة العالمية بتقول انه السلالة شديدة التحور من الفيروس اسمها BA 2.86 او 2.86%، يعني اي مكان المسمى مسمى علمي، واترصدت في روسيا، اترصدت في سويسرا وجنوب افريقيا وفي اسرائيل وفي الدنمارك والاتحاد الامريكية وبريطانيا وفي كتير من بقاع العالم، يعني تقريبا انتشر في العالم. انت بتتكلم على 80 دولة دلوقتي تقريبا، وفي طبعا دول ما رصدتش انه ده المتحور الجديد، واحيانا بتبان ان احنا خلاص بقى خدنا كورس الكورونا كامل، فاحنا فاهمين انه احيانا البرد ده ممكن حضرتك ما تبقاش عارف ان هو كورونا لكن هي كورونا، احيانا ممكن يبقى البرد شديد شوية ما احناش عارفين. لكن كمان تم الاعلان انه تم رصد المتحور الجديد في مصر، ده كان من كام يوم. لكن هنفهم يعني هل الموضوع فيه خطورة؟ هل ده شيء جديد برضو علينا؟ كان في برضو تحذيرات من كام يوم انه الجائحة القادمة ايا ما كانت ايه هي، ده من منظمة الصحة ومن شخصيات عالمية، هتكون اصعب على اكتر كمان من كورونا. فطبعا احنا من ساعة كورونا بندقق قوي في كل ما يتعلق بتفاصيل الامراض والاوبئة وانتشارها عالميا، ونروح نفهم برضو قصة المتحور الجديد من الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة. برحب بيك يا دكتور امجد. بحضرتك يا استاذ سام واهلا بالساده المشاهدين. ايه قصه هذا المتحور الجديد والى اي مدى قد يشكل خطوره؟ اي جي 5 اللي انتشر بالفعل في 80 دوله، لكن قال لحد دلوقتي 6 دول بس، ده تحور من المتحور الفا. يعني احنا عندنا متحور اي 5 ده اللي كان ليه انتشار رهيب حوالين العالم، متحور اعلن متحور الفا اللي هو الارياس اي جي 5 ده اللي كان انتشر وظهر واعلن رسمي في مصر من يومين ان هو دخل مصر. تحور جديد اللي هو البي اي ده اللي ظهر في 6 دول، وابتدى يظهر ثاني نوع من التحور الجديد، وده مش غريب عن فيروس كورونا. احنا عندنا دلوقتي تحورين، اي جي 5 ده اللي هو بالفعل انتشر في 80 دوله وابتدى يظهر في مصر، واعلنت وزاره الصحه المصريه من يومين دخول الحالتين ليه. عندنا تحور جديد ثاني ابتدى يظهر في 6 دول اللي هو البي اي دوت، هو تحور برضو من المتحور الفرعي الاوميكرون. طب وده كله احنا مش مستغربينه، لان احنا من بعد التحور الرئيسي الاوميكرون ابتدى يظهر تحورات فرعيه كلها مثيره للاهتمام وليست مثيره للقلق. مثيره للاهتمام وليست مثيره للقلق، عجيب دي المستوى. ماشي، بالفعل مثيره للاهتمام ليه؟ لانها بتنتشر بسرعه. مش مثيره للقلق ليه؟ لان حتى الان وفياتها قليله جدا، بمعنى مضاعفاتها وخطورتها تكاد تكون معدومه، بمعنى ان هو نفس الاعراض لا توجد في كل التقارير الوارده اي مضاعفات زياده تذكر. يعني شبه البرد العادي. بالفعل. طب احنا في مصر عندنا برد، احنا في شهر اغسطس عندنا برد جدا، وده موسم من قبل كورونا في جو الرطوبه في اخر 8 او 9 يزيد معدل انتشار الفيروسات التنفسيه. طب مع التحور الجديد من الصعب نميز الادوار اللي ماشيه ده البرد المعتاد ولا كورونا، لان كورونا بتحوره اصبح يماثل دور البرد. وانا مطالب اميز او انا عندي خوف وقلق ان انا اعرف اللي عندي ايه؟ لا، 80% او اكثر من الادوار المنتشره ادوار ضعيفه يتعافى منها الشخص تلقائيا بدون اجراء مسحه، بدون خوف، بدون فزع وبدون قلق. الحرص، كل الحرص على فئه معينه اللي هي فئات كبار السن قبل الامراض المزمنه. طب هو الحرص كل الحرص على دول عشان كورونا؟ لا، انا داخل على انفلونزا، ومش عايز اقول لك الانفلونزا هي ايضا خطيره على هذه الفئه. يبقى انا حريص عليهم سواء كان في تحور او في انفلونزا او برد على هذه الفئه، لان زي ما قلنا الفئه دي عوامل الخطوره والدخول والمضاعفات ليها حتى مع الانفلونزا مضاعفاتها للالتهاب الرئوي موجود في هذه الفئه بقوه. عشان كده 80-90% من الحالات بتتعافى بسهوله. الحرص على فئه معينه في جميع الاحوال حتى في ظل عدم وجود تحور في هذا التوقيت، الانفلونزا بتنتشر، هذه الفئه فئه كبار السن واصحاب الامراض المزمنه والمناعه الضعيفه، دول يجب متابعتهم حاله ظهور. طب دول ياخدوا جرعات تنشيطيه بقى ولا ايه؟
هنقول كذا حاجه هيعملوها. اول حاجه زي ما انت قلت هناخد جرعه تعزيزيه من لقاح كورونا للي فات عليه اكثر من 6 اشهر على اخر جرعه خدها. نعمل مناعه مجتمعيه في الفئه دي بنديهم حمايه اكثر. طب هل لقاح كورونا فقط؟ لا، ولقاح الانفلونزا نزل من حوالي اسبوع ومهم جدا جدا لهذه الفئه ايضا لاعطاء حمايه من الانفلونزا التي زي ما اقول لك تاني لا تقل خطوره عن كورونا. الانفلونزا برضه بنفس خطوره كورونا بل بالعكس، الانفلونزا ومضاعفاتها قد تكون في التوقيت الحالي اخطر من كورونا ولها اهميه كبيره جدا ولها نسب وفيات عالميه. فبالتالي هاخد لقاح الانفلونزا، هاخد لقاح كورونا، هطبق انا ككبير سن في حاله وجودي في تجمع او في اماكن مغلقه هبتدي كمامه، هخلي اجراءاتي الاحترازيه واجراءات النظافه هي اسلوب حياتي مش مرتبطه بفيروس منتشر او دور منتشر او وباء منتشر. انا ككبير سن بحافظ على نفسي وبحافظ على مناعتي بلقاحات وباجراءات احترازيه. طب اخر سؤال معلش، هو ليه موضوع كورونا ده مش بيخلص؟ ولا التطعيمات اللي احنا خدناها والعالم كله خدها دي هعيد لك انا السؤال بطريقه اخرى، هل الانفلونزا انتهت من العالم؟ يعني دي خلاص بقى نعيش معاها حياتنا عادي بقى؟ طب نعيش معاها بصوره خفيفه وبدون مضاعفات، ولا نعيش معاها بصوره وبائيه جائحيه؟ عايش معاها بصوره خفيفه بدون مضاعفات. طب امتى بقى؟ اما يكون في لقاح وده حصل ابتدت حده كورونا تقل، ويكون في علاج زي المولونوجرافي بمعنى كورونا كجائحه ابتدت منظمه الصحه العالميه تصنفها مش حاله طوارئ عالميه بسبب وجود لقاح ليها اضعفها بالفعل اصبحت كدور الانفلونزا، وبسبب وجود علاج ليها اللي هي مضادات الفيروسات. فبالتالي كورونا سنتعايش معه كفيروس مثل الانفلونزا، له لقاح يقلل من مضاعفاته وله علاج عند الاصابه. جميل. طب معلش، كان في من يومين برضو مع ظهور المتحور الجديد ده كان في يعني تصريحات من منظمه الصحه العالميه بتحذر بتقول ان الجائحه القادمه هتكون اشد خطرا من كورونا، هو ليه بقى الموضوع ده ظاهر يمكن زياده عن اللزوم ان كل شويه بيطلع تصريحات من جائحه قادمه من جائحه قادمه؟ هناك تخوف من حاجه اسمها اكس فيروس. هو اكس فيروس ده مش فيروس موجود، يعني هو بيتوقعوا او عندهم خوف او قلق ان يحدث تحور لاحد الفيروسات التنفسيه داخل جسم الحيوان وينتقل زي الانفلونزا لما تتحور وتنتقل الى البشر. إذا تحورت في الحيوان انتقلت البشر بتكون جائحية وأكثر عنف وأكثر قسوة. وده تخوف بسبب التقلبات الجوية اللي بتحدث ونفوق الحيوانات ودخول البعض الفيروسات ودخولها وخروجها وتغير المناخ كمان هو مجرد تخوف من إكس فيروس قد يسيب العالم، قد يكون جائحي بسبب التغيرات المناخية وبسبب تحور الفيروسات داخل الحيوان، ولكن مش فيروس محدد هم قلقانين منه هيظهر. هو فكرة عامة جائحية بالفعل وليس حاجه موجوده حاليا بيتم اتراكم. ماشي، بس طبعا لازم نبقى واعيين ومصحصحين يعني طبعا بالفعل توقعنا احنا كورونا صدمنا عالميا، فبالتالي منظمه الصحه العالميه ابتدت تحط اي محاذير اي خطه لظهور اي وباء يتم الاستعداد بعمل لقاح له، يتم عمل اجراء له من الان حتى قبل ظهور. مفهوم طبعا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه.